اكيد سألت نفسك هل افلام البورن بتبقى حقيقة ولا يعني الموضوع بيبقى بجد بجد، ولا زي ما كنا بنسمع عن بوس السينما زمان اللي بيبقى فيه الوحزاز في النص. عملنا لكم سيرش معتبر وجبنا الحقيقة ورا صناعة البورن مدعومة بالصور والفيديو وكل اللي بيجي في بالك. بعد الفاصل ايه؟ رقبت تيجي لحذفت المشهد، يعني مش هنصوره ده، نروح فيكم في داهية. ايه؟ هيعزف القناة كلها لو عرضناه؟ طب خلاص 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 اهدى يا عم. للأسف انتظرونا بعد الفاصل. زمان عشان توصل لمنتج بورن الموضوع كان معقد جدا، كان محتاج معجزة زي تأهل مصر لكأس العالم 90. جايبين لك معانا هدية ألماس، فيلم ثقافي، لو ايه؟ مترجم عربي، وثلاث ساعات ولسان بحايك. كنت تقدر تذل بيه صحابك ذل مجدع بالغني للمصريين بعد ضرب الجزاء المونديال. دلوقتي محتوى البورن بقى بيجي لك لحد عندك من المواقع الشهيرة اللي بتقدم محتوى مجاني لستوريز انستجرام وفيسبوك وحتى تويتر اللي بقى عليه 10 ملايين حساب إباحي. بحسب أحدث الأرقام المتاحة لاستهلاك العالمي من مشاهدة مواقع البورن وصل لمجموعه 6650 قرن على موقع إباحي واحد في 2019 بس، وفي حين أن 75% من الآباء بيحلفوا 100 يمين أن أولادهم عمرهم ما شافوا محتوى إباحي، الدراسات بتقول أن أولادهم بيتفرجوا بانتظام بنسبة 85% تقريبا بين الذكور و57% بين الاناث بين 14 و 18 سنه. لا 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 انا ما اسمحلكيش تقولي كده على ابني، انا ابني متربي ما عملتش كده ابدا. الدراسات بتقول ان اكتر من نص الولاد واكتر من تلت البنات فاكرين البورن اللي بيشوفوه حقيقي مش تمثيل، وان واحد من كل اربع اشخاص بين 18 ل 24 سنه بيعتمدوا على البورن في تعليمهم ازاي يمارسوا الجنس، وان 44% من الذكور بين سن 11 و 16 سنه اعتبروا ان افلام البورن مصدر الهامهم لنوع الجنس اللي عايزين يجربوه، وان 46.9% من البالغين غيروا تفضيلاتهم الجنسيه بناء على اللي شافوه لاذواق كانت بالنسبه لهم قبل كده مقرفه بما فيها الاستغلال الجنسي او الممارسه مع اطفال. نتيجه ده ظهرت فعلا في ارقام مؤسسه مراقبه الانترنت في 2020 اللي قالت ان 44% من جميع مواد الاعتداء الجنسي على الاطفال واللي وصلت عنها بلاغات كانت هوم ميد بزياده 16% عن 2019. انا اسود على الكلام. بحسب الارقام المتاحه اجمالي عائدات صناعه البورن بتقدر حاليا ب 97 مليار دولار تقريبا، نصيب الشركات المحترفه اللي بتجيب افلام وممثلين مخصوص من الرقم اللي فات ده بيقدر بما بين من 6 ل 15 مليار دولار بس. الرقم ده بالمناسبه مش قليل لو قارناه بعمالقه الترفيه زي ما شايفين على الشاشه. جوه الصناعه دي موقع واحد زي بورن هاب بقى ثالث اكبر شركه من حيث التاثير العالمي في القرن ال 21 مباشرة بعد فيسبوك وجوجل وقبل مايكروسوفت وابل وامازون. حد هيسألني دلوقتي طب وبقية العيادات دي كلها بتروح فين؟ هقول لك يا سيدي، بس خليه معانا على جنب دلوقتي لحد ما نعرف حكاية ال 15 مليار دول بيروحوا فين. يا عم الشنول، سمعت قبل كده عن الواقع الافتراضي او الفي ار؟ الواقع الافتراضي ده ببساطة نظارة وجهاز تحكم، تلبس النظارة وتبقى وكأنك عايش في عالم تاني خالص، ودي كانت الثورة الجديدة في صناعة البورن. بعد ما تلبس النظارة بتدخل محتوى خاص جدا بيخليك تعيش التجربة وكأنك جزء منها. صناعة البورن القانونية بين قوسين بتراهن على مضاعفة أرباحها بفعل الواقع الافتراضي اللي جمع لها 716 مليون دولار في 2021 مع توقعات بوصوله ل 19 مليار في 2026، لما العدد العالمي للمستخدمين اللي بيشوفوا محتوى البالغين في الواقع الافتراضي هيرتفع بنسبة 2800%، وقتها هيوصل الواقع الافتراضي ل 22% من الأرباح. يعني التوتال كام؟ احسبها انت بقى. ايه اللي يمنعك انك تقولي؟ جزء كبير من النقطة الضخمة دي في الأرقام هيكون سببها التحول ناحية الميتافيرس، بدرجة خلت فريدم لاب توصف الساحة الجديدة اللي بشر بيها الحاج مارك بالبورنفيرس، وخلت فايس تقول ان زكربيرج هيبقى عبيط اخواته لو فكر يمنع البورن في العالم الجديد، في حين ان ميتا بانك اعتبرتها الاولى بين ثلاث صناعات يا تصنع الميتافيرس يا تموت الفكرة للابد. لا البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر يا امه الميتافيرس. فاكر ال 82 مليار اللي اتكلمنا عنهم في العائدات وقلنا خليهم معانا على جنب؟ هات ودنك بقى عشان نعرف حكايته. جزء كبير من صناعة البورن معتمد على المحتوى غير القانوني، يعني اللي مش بتنتجه شركات، وغالبا ما بيبقاش تمثيل، وده بيتوفر بطرق كتير اهمها القرصنة، افلام الهوم ميد، ومواقع بير السلم. انا مش عايزة اتصور يا وليد، انا عايزة اتظبط. في ديسمبر 2020 وقعت اكبر مواقع البورن المجاني في ورطة لما نيويورك تايمز نشرت تقرير بعنوان اطفال بورن هاب
عن تربح مواقع البورن من مقاطع فيديو الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال. المواقع تعهدت بحذف المحتوى المخالف للقانون، والنتيجة كانت حذف 70% من المحتوى. رغم الرقم الضخم ده، فلو تابعت المواقع هتلاقي المحتوى المشابه ما اختفاش. ده هينقلنا مباشرة لملف المحتوى العربي. المنطقة عندنا كثيفة الاستهلاك لمحتوى البورد زي ما احنا شايفين في الخريطة، وطبعا ما عندناش انتاج احترافي، فالبديل في بيكون في الغالب الافلام الهوم ميد. طب هل حد هيقبل ان هو يتصور في فيلم بورد؟ اكيد لا. بالتالي المحتوى العربي بيعتمد غالبا على التصوير المخفي، واللي بيستخدم في الابتزاز الاول، بعدين يتسرب لمواقع البورد او يتسرق في موبايل مبتز ويلاقي طريقه الانترنت. نهارك اسود ومنيل ب60,000 نيلة. هتلاقوا في الديسكريبشن رابط من دقايق عن علاقة الابتزاز بالتصوير المخفي لافلام البورد، وازاي تتعامل لو وقعت في مشكلة زي دي. كل ده ممكن يبدأ بلقطة خاصة خدها المبتز من كاميرا موبايلك او اللابتوب بتاعك من غير ما تحس. هنسيب لكم رابط تاني يشرح الموضوع وازاي تحمي نفسك من مشكلة زي دي. انا الموضوع ده هو مخلي كل حته في جسمي شغاله غلط، كل حته. امنت نفسك كده تمام؟ خد اللي جاي دي. يا نصبت يا لهوي يا خرابي. دلوقتي ما بقتش محتاج لا تصوير مخفي ولا التجسس على الموبايل عشان تلاقي نفسك بطل قد الدنيا في فيلم بورن من غير لائحه ولا دستور. بقى في حاجه دلوقتي اسمها البورن ديب فيك. يا لهوي! موقع بسيط جدا بيقترح عليك تحمل صوره اي وش تختاره، بعدين تختار من 4 مقاطع عملها الذكاء الاصطناعي، تجيب الصوره من اي منصه سوشيال ميديا، ترفعها على السايت، تدفع $30 تقريبا ومبروك يا معلم، بقيت اشهر من 100 خليفة في ايام عزة. هتقولي بس اكيد هيبان انه فيديو فيك. هقول لك يا سيدي، بص معايا على اللقطة دي، ولو قدرت تجيب لي دليل انها فيك هديك 20 جنيه. وبرضو هنسيب لكم لينك في التعليقات يشرح لكم اكتر ايه هو البورن ديب فيك، وازاي يتحول هوس جنس لشاب مش متخصص برمجة اصلا لكارثة كبيرة زي دي. خلصت حلقتنا، واكيد مش للأسف بعد كمية البلاوي اللي احنا قلناها لكم. لو عجبكم المحتوى مش هنوصيكم بقى لايك وشير وكومنتات وشهيصونا، ونشوفكم الحلقة الجاية. يومكم دايما سعيد.